السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في النهاردة هنتكلم عن ثالث سؤال موجود في كتاب بروفيشنال انجينير الخاص بينا اللي احنا عملناه علشان عاملينه باسم الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. وتقدر تحصل على الكتاب في فيديو موجود على القناة ازاي تقدر تحصل على نسخة من الكتاب ده. هنتكلم النهاردة على السؤال، بيقول ليه الفرش في السوليد سلاب بيكون في الاتجاه القصير بينما في الفلات سلاب بيكون في الاتجاه الطويل؟ شوف يا هندسة، في السوليد سلاب بيبقى عندك كمرات، في الفلات سلاب مفيش كمرات. يعني ايه بقى؟ يعني انت دلوقتي عندك حمل السقف بيروح للكمرات، فلما بيجي حمل السقف يروح للكمرات بيحصل حاجة اسمها لود ديستريبيوشن. اللود ديستريبيوشن اللي بيحصل ده هندسة بيبقى عندك البلاطة يا اما وان واي يا اما تو واي. لو وان واي الحمل بيمشي في الاتجاه القصير، لو تو واي الحمل بيمشي في الاتجاهين. طيب الحمل بتاع البلاطة هيتوزع في الاتجاهين على الكمرات. طيب بيتوزع بمعاملات اسمها الفا وبيتا. معامل اللي اسمه ألفا بيكون قيمته أعلى من قيمة المعامل بيتا. معامل اللي اسمه ألفا بيكون دايما في الاتجاه القصير. معنى كده ان انت اما تضرب المعامل ألفا ده هتضربه في قيمة الحمل هيديك قيمة أكبر من المعامل بيتا. تمام، معنى كده ان مقدار الحمل الأكبر هيمشي في الاتجاه القصير ومقدار الحمل الأصغر هيمشي في الاتجاه الطويل. وده لو ده اللي يدل على ان اما الحمل الكبير هيمشي في الاتجاه القصير فالمومنت الكبير هيبقى في الاتجاه القصير. وطبعا احنا عارفين ان التسليح بيبقى طبقا للمومنت، فلما المومنت الكبير عندي في الاتجاه القصير يبقى التسليح الكبير عندي في الاتجاه القصير، فعشان كده بفرش في الاتجاه القصير وبغطي في الاتجاه الطويل. في الفلات سلاب مفيش كمرات فمفيش توزيع احمال، فالحمل كله بيمشي في الاتجاه الصغير والحمل كله بيمشي في الاتجاه الطويل. طيب لو احنا قلنا مثلا ان قيمة المومنت ده بيقول لي تربيع التمانية، طيب الدبيو لما هي اللي بتمشي في الاتجاه الكبير وهي اللي بتمشي في الاتجاه الصغير، يبقى الفيصل عندي هو ايه؟ ال تربيع اللي هو ايه؟ البحر. يبقى مين اللي هيديني مومنت اكبر؟ لما الحمل اللي هيمشي في الاتجاه الكبير هو الحمل اللي هيمشي في الاتجاه الصغير، اذا الفيصل عندي هو ال هو اللي هيديني مومنت اكبر فهيديني تسليح اكبر. فعشان كده في الفلات سلاب بفرش في الاتجاه الطويل وبغطي في الاتجاه القصير. كده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الفيديو عجب حضرتك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اشترك في صفحتنا على الفيسبوك والجروب الخاص بينا على الفيسبوك، كل لينكات هتلاقيها في وصف الفيديو ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.